أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني صديق تشفق عليه بدلالته للحق والصواب. وقال سبحانه عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل في بيان الجزاء: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفضل الله علينا كبير في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. قال الشاعر: ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله سبحانه جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على التآلف والمحبة بين المسلمين: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عز وجل: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في فضل السير والأخلاق في فضل التبسم في وجه أخيك المسلم وابتسامته، حيث حث الإسلام على التبسم، والكلمة الطيبة صدقة، وحث الإسلام على الرفق في كل شيء. قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، حتى جاء الأمر بإيناس الوحشان الذي أصابه الرعب والخوف من صائل أو من حيوان أو من فقد عزيز أو نحوه، إيناسه من أسباب دخول الجنة. وجاء في فضل الذب عن عرض المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وجاء في فضل حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: وامتدح من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. إذن البذاءة والطعن والسب والشتم والقذف ليس من خلق المسلم. والحديث كذلك صحيح، رواه أحمد والنسائي. جاء في فضل الحياء وفضله،
قال صلى الله عليه وسلم: من الإيمان، أو والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. صحيح، رواه الترمذي والحاكم والبيهقي. وفضل ستر المسلم في الدنيا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل هذا خلق أهل الإسلام، وينبغي أن نتحلى بذلك جميعا. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وجاء في فضل بذل السلام وحسن الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. صحيح، رواه الطبراني. فضل ومصافحة المسلم أخاه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما. والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. جاء الحديث في فضل التزاور والتلاقي بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نسأل الله الكريم الجنة لنا ولكم ووالدينا وأحبابنا وجميع المسلمين. رواه ابن حبان في صحيحه. جاء كذلك الهدي في كظم الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء النهي عن الغضب، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. في فضل وواقعية ووسطية الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس أجمعين، للخلق أجمعين، للجن والإنس، وكذلك الإسلام، حمل البشرية في دينها ودمائها وأعراضها وأموالها. فجاء النهي عن ما يزيل العقل من مخدرات ومسكرات ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أخرى عن قتل الصبيان والنساء وكبار السن من الأعداء، وكأهل الذمة، وكذلك أهل الذمة والعهد في بلاد المسلمين. ونهى عن التصدي والتعدي أو التعدي بالقتل وسفك الدماء عموما. وقال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه دستور، أو هذا دستور يهم المسلمين جميعا، وحرم الغلو والتكفير والخروج على الأئمة، ونهى عن الغيبة والنميمة والكذب، وحث على إكرام ذي الشيبة والسلطان. فهذا هدي الإسلام، وحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والعلماء، وحث على الاجتماع كما هي في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين
وكل أمر ذا شأن بالإسلام والمسلمين، ونهى عن الاختلاف والتنازع بين المسلمين، بل حرم التعدي على الحيوانات البهيمية، فجاء في هدي الإسلام أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت امرأة أو رجل كما في بعض الروايات الجنة بسبب سقيه للكلب الذي يلهث عطشا. حتى الشجر وإزاحته عن طريق المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن الطريق. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه عباد الله إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الإسلام، فهو أجمل دين وأكمل دين على وجه الأرض. وأوصي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأوصي نفسي وإياكم إخوتي جميعا وأهل الإسلام في كل مكان بتقوى الله تعالى ولزوم شرعه واتباع سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، والإعراض قدر الإمكان عن ما سواه، والإعراض عن الفتن ما ظهر منها وما خفي، وعن كل ما يسيء لنفسك وبلادك والمسلمين. إخوة الإسلام، ميز الله أهل الإسلام بأمور أساسية، أولها هذا الدين نعمة الإسلام الكبرى، إن الدين عند الله الإسلام. ثانيا، بعث الله لهذه الأمة أفضل خلقه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثالث، أنزل إلينا أفضل الكتب السماوية من ربنا سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم، فعسى أن يكون لنا النصيب الأوفر والأكبر من قراءة وحفظ وبيان كتاب ربنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رابعا، منحنا الله عز وجل هذه السنة النبوية الطاهرة، قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. الخامس، أمة الإسلام أفضل الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعد هذه الخصائص نأتي بآية تدل على وساطية الإسلام وأنه لا يظلم أحدا. اسمعوا جيدا لهذه الآية وارجعوا إلى تفاسيرها في وقت أوسع من هذا الوقت. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب، اللي هو القرآن الكريم، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن أهل الإسلام وأهل الإيمان على مراحل وعلى مراتب، فلا يخرج من الإسلام من ظلم نفسه بوزر أو كبيرة أو صغيرة أو قول أو فعل يناقض هدي أو يخالف أمر الله ورسوله، إلا إذا كان سببا يخرجه من الإسلام كردة ونحوها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة لنا ولكم إخوة الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين،
نسألك يا رب أن تعز الإسلام والمسلمين، نسألك يا رب أن تجمع كلمتهم أجمعين، وأن توفقهم رعاة ورعية، وتأخذ بأيديهم لما فيه الخير وصالح البشرية، وأن تحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا أمرا إلا يسرته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف عنا وعنكم وعن جميع المسلمين كل سوء وشر، وفرج همنا وهمكم وهم المهمومين من المسلمين، وارحمنا وإياكم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين. اللهم يسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، واجزي من سعى إلى هذا الجمع المبارك خير الجزاء في الدنيا والآخرة، مع مباركتنا لكم جميعا وللمعنيين القائمين خصوصا، حيث بذلوا من وقتهم ومالهم وجهدهم الشيء الكثير، لكن ندعو الله تعالى أن يخلف عليهم بخير مما بذلوا، وأن يجزيهم خير الجزاء. وعلى رأس أولئك أمير جمعية أهل الحديث المركزية للعموم في الهند، صاحب الفضيلة الشيخ المبارك أصغر علي إمام السلفي، رئيس هذا المؤتمر والجمع المبارك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هلو استووا. استووا صفوفكم، تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا، صل يا حبيب، استووا. الله أكبر، تبارك الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله أكبر الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد طيبا مباركا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما شئت من شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وعلى عباد الله الصالحين إن الله
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں، ترجمہ پیش کیا جائے گا خطبہ جمعہ کا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه. تبلیغ کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ نبی رحمت، گورے کے لیے بھی رحمت، کالے کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، عرب کے لیے بھی رحمت اور عجم کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت اور بچوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی رحمت اور جانوروں اور چرندوں پرندوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. اللہ تعالی نے اس نبی کے مزاج میں اور اس کی فطرت میں امن و امان وردی کر دیا تھا، چنانچہ آپ اس نبی رحمت کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ابھی آپ کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، لیکن اس وقت بھی اس انجمن میں شریک ہوئے، حلف الفضول نامی اس انجمن میں عملی طور پر حصہ لیا، جس انجمن کا یہ اُدیش تھا، یہ مقصد تھا کہ ہم شہر مکہ کے اندر امن و امان کو بحال رکھیں گے، ہم اس شہر سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم اس شہر میں مظلوموں کی حمایت کریں گے. اس انجمن میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے. اسی طرح سے جب حجر اسود کو اس کے مقام پر، خانہ کعبہ میں اس کے مقام پر رکھنے کی بات آئی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہا